يلا وايش كمان؟ علي صوتك بس بليز. اوكي هون الصورة على ايش تحكي يا فرانكو؟ مين؟ علي صوتك بليز فرانكو. الصورة الثانية هذا انت مزبوط؟ طب انت كنت حاضر عرس مين؟ هذا عرس مين؟ احكينا فرانكو. عرس مين هذا؟ نور. مين نور؟ عمتك. عرس عمتك. شوفوا شو لابس فرانكو. ايش لابس؟ بدلة. والله بتجنن. ايش لابسة؟ ايش لابسة؟ طب ليش لابس انت هيك؟ شو يعني ماسك؟ شو ولا لا شو بريك بوي؟ اه لا عشان البنات بالعرس ما بتلبس بردة. اه بتلبس ايه؟ بدلة قسطان. والاول بتلبس قسطان. اه مين بالصورة يا فرانكو؟ احكي لنا حابين نتعرف. انا شايفة جو كنت صغير هون. هون انا عيد ميلادي لما كنت صغير. سنه؟ اه هاي السنه صح؟ طلعت هاي قديش مع قديه مكتوب العمر؟ هون سنين. ون طب كيف بيحتفلين بالعيد؟ احكي لنا ايش جبتوا؟ هدايا بليز نسمع من فرانكو. بسهولة هون شوي مزينين البيت مظبوط حاطين ايش؟ شجرة. هاي اسمعوا فرانكو مين ايش؟ ما عندكم ما عندكم ليش طلبوا عندنا البيوت؟
فلازم يطلع بيشتغلوا بس بيعملوا بس زي ما قلت لك بيشتغلوا لعمان وبس في ناس ثانيين تحرير كم تتخرجوا وتطلعوا وين على سبيل اول ازرق وايش شيء طبيعي ايش بنسميه حنعمل اغاني حنغني اغاني وناخذ ايش نستلم شهاده 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 اي صف هذا طب فرانكا انا عندي فكره شو رايك بتغني اغنيه من اغاني التخريج هلا مع الاولاد انت تقول لنا الاولاد ايش بتحب ايش حافظ اغنيه من اغاني التخريج؟ قصة السريع غنوا مع فرانكو قصة السريع